يا سلام، معنى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، أي وكأنها تغرب في ماء وطين على ما يراها الرائي، والله أعلم. لأنه معلوم أن الشمس تجري لمستقر لها وأن مستقرها تحت العرش، لكن عن بعد أنت ممكن ترى الماء السحاب كأنه دخل في الماء عن بعد، في أقصى مكان في الأرض في اتجاه الغرب رآها كأنها تغرب في عين حمئة، كأنها تغرب في ماء وطين.